استنى بس يا محمود، استنى يا ابني. مفيش مبرر في الدنيا يقنعني باللي انت عملتيه ده. طب افهم مني واسمعني الاول بس. افهم ايه؟ افهم ايه؟ اودي وش من الناس كده، اودي وش من اهل الحرف هنا، ناقص تهذيب وتهذيب في وسط الحرف. جابالي راجل غريب قدام الدنيا كلها تقول لهم ده ابويا. ما تقولش كده على بوكس لطفي يا واد. تاني هتقولي لي لطفي وابويا؟ معلش ساعات الواحد بيعمل حاجات غصب عنه يا محمود. انا بقى مش قاعد لك في البيت ده دقيقه واحده. انا ماشي. تسيبني لوحدي يا ابني؟ هو انا ليا حد غيرك يا ابني؟ ده انت الشجره اللي بسقيها، واقول لما تكبر هتضلل عليا اخواته وامدي ايدي واكل من كتفه يا اخويا. لما تكبر عايز تهرب؟ عيب يا محمود، عيب يا استاذ محمود. العيب هو اللي حصل يا ام محمود واللي مش هنقدر نصلحه. خلاص قدام اهل الحاره وقدام كل الدنيا الراجل ده بقى ابويا. عايزين ارجع اقول لهم ايه؟ سوري يا جماعه، الراجل اللي كان واكل شارب نايم في سرير امي ما طلعش ابويا في الاخر. حليها انت. اعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجه، انا ماشي. لا يا محمود هتمشي وتسيبني تروح فين يا ابني؟ هروح في 60 داهيه، مالكيش دعوه بيا خالص. حقك عليا يا ابني، حقك عليا، انا غلطت، لكن تسيبني يا ابني، تسيبني كده من غير كده. هاتي لك واحد من الشارع قول لهم ان ده يبقى ابني. اخلص يا واد، قطع ايدي، قطع ايدي، تعالى قطع ايدي يا محمود بس. يا محمود انت مستعجل كده ليه؟ انت رايح على فين؟ انت اللي رايح على فين؟ طالع فوق بصفتك مين؟ يعني ايه بصفتي؟ انت مش ابويا. كفايه قوي اللي حصل لحد كده. هو ايه اللي حصل؟ التمثيليه بتاعتك كشفت يا استاذ. التمثيليه اللي لعبتها علينا كلنا، وكلنا صدقناك. الله الله، مين؟ سلطفي؟ اهلا سلطفي. يا محمود انت شايل الشنطه دي ورا على فين؟ ايه ده؟ انت زعلت؟ تغور؟ بقول لك ايه يا سلطفي؟ دي عيله واطيه ومعفنه وانا عارفها كويس قوي. راجل ابو سلوى ده راجل نتي يموت على القرش. على فكره الناس دول الحارة الغادر دول كانوا عايزين يقدموا وصولات الامانه للنيابه، بس انا وقفت لهم قلت لهم لا يمكن يحصل ده ابدا. طب ايه يا جماعه؟ توقفين كده ليه على السن؟ هتقف تكلموا كده؟ ما يصحش يقفوا على السلالم ولا مؤاخذه على البسطه يعني الحريق. يلا الله، هو حصل ايه؟ هو انا اتدخلت في شؤونهم؟ زعلوا مني ولا ايه؟ انت ازاي تيجي البيت ده وتقعد فيه على انك ابويا؟ ازاي راجل غريب يبقى راجل البيت؟ ابرر وجودك دلوقتي لاهل الحاره اقول لهم ايه؟ ها؟ اقول لهم ايه؟ مش عارف. صدقني يا ابني من ساعه ما جيت البيت ده وانا كل لحظه عايز امشي. انا مش عارف كان ايه اللي بيحصل، حاجات قدريه كده بتعطلني. وحاولت اقول لك انت واختك، ما قدرتش يا حبيبي. خفت اكثر بخاطركم. كنت ناوي تفضل في التمثيليه دي لحد امتى؟ على طول؟ لا مش على طول يا محمود، كنت لازم هقول بس في الوقت المناسب. في الوقت المناسب؟ وسمعتنا؟ سمعه الست دي ما فكرتش فيها؟ شوف يا محمود، انا حبيبي صحيح مش ابوك، بس عمري ما حسيت انك مش ابني. عمري ما حسيت ان لبنى مش بنتي. عمري ما حسيت ان العيله دي مش عيلتي بجد. انت لسه هتمثل علينا تاني؟ ما كفايه بقى. كفايه انت يا محمود، كفايه يا ضنايا. الراجل ده من ساعه ما دخل عندنا يا ابني وشال عننا كتير. شفت وصلات الامانه اللي كتبها على نفسه واختك لما كانت في المستشفى؟ والله وقف جنبها كانه ابوها بالظبط. انا اللي عايز افهمه حاجه واحده بس، ليه كنت بتعمل معانا كل ده؟ ليه؟ هتفهم يا محمود بس بعدين، بعد ما تتجوز وتخلف وتعرف يعني ايه اب.